السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات الكرام. في هذا الفيديو إن شاء الله تعالى إخواني وأخواتي الكرام، سوف نتحدث إن شاء الله تعالى طبعا عن فوائد الاستغفار. نعم، عن فوائد الاستغفار. أنتم تعلمون أن الاستغفار يعني له مجموعة من الفوائد، لكن سأحاول ما أمكن إن شاء الله تعالى أن أختصر فوائد قليلة نذكرها في هذا الفيديو إن شاء الله تعالى. لكن قبل البدء إخواني وأخواتي الكرام، لا تنسوا تضغطوا زر لايك وتشتركوا معنا في القناة، وجزاكم الله خيرا. من فوائد الاستغفار أيها الإخوة والأخوات أنه يجلب الرزق وييسر الوصول إليه. فبالاستغفار أيها الإخوة والأخوات تمحى الذنوب وتحصل محبة الله عز وجل، وبالاستغفار يتحقق القرب منه جل وعلا. وبالاستغفار يعني تحصل للمؤمن حلاوة بالقرب من الله عز وجل، وحلاوة بالإيمان بالله سبحانه وتعالى. فالاستغفار يا إخواني ويا أخواتي، الله عز وجل يذهب به الهم، ويذهب به الحزن، ويذهب به ضيق الصدر، ويدخل الله عز وجل الفرح على المستغفر، ويدخل عليه السرور إلى قلبه. هذا الفرح وهذا السرور نتج عن القرب من الله عز وجل. يعني كلما استغفرت الله عز وجل، كلما اقتربت من الله عز وجل، وكلما اقتربت من الله عز وجل أدخل الله عز وجل على قلبك الفرح والسرور والسعادة. وكم من أخ وكم من أخت يقولون بمجرد ما بدأنا بالاستغفار يوم يومين ثلاث أيام أحسسنا بالقرب من الله عز وجل، يعني اقتربنا إلى الله عز وجل، أحسسنا بطمأنينة وراحة بال. فالاستغفار أيها الإخوة والأخوات من فضائله كذلك أنه يوصل المؤمنين للجنة، وهي الفوز الأعظم. يعني الاستغفار عند مجموعة من الفوائد ومجموعة من الفضائل، لكن أعظم فائدة وأعظم فضيلة هي الفوز بالجنة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. الاستغفار كذلك أيها الإخوة والأخوات سبب لنزول الغيث، وسبب لذهاب الفقر ونزول الأرزاق، والآيات في ذلك كثيرة وكثيرة جدا. الاستغفار كذلك يا إخواني ويا أخواتي يسهل الطاعات، ويبعد المستغفر والمستغفرة عن المعاصي وعن الذنوب. من فضائل الاستغفار كذلك أنه يزيد العقل، ويزيد الإيمان، ويزيد الحكمة. من فضائل الاستغفار كذلك يا إخواني ويا أخواتي أنه يقلل نوعا ما من تعلق العبد ومن تعلق قلب العبد بالدنيا الفانية. يعني تصبح عندها الدنيا مسألة ليس بذلك التعلق الذي يتعلق به الآخر. من فضائل الاستغفار أنه تنحل به العقد، وتحل به الصعوبات، وتذهب به الأزمات. فكم من أخ، مجموعة من القصص، أخ يعني كان عليه دين وعنده هم وعنده غم وعنده مشاكل، فلزم الاستغفار فحل الله له عز وجل تلك العقد، وأذهب الله عز وجل عنه تلك الأزمات وتلك الصعوبات. فهنيئا للمستغفرين، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.